مرحبا بكم أعزائي المشاهدي في حلقة جديدة من برنامج صيني المال والأعمال. أنا بيلي وأحييكم من بكين. ظلت أمة الصينية منذ العصور القديم تشتهر بالجد والعمل الجاد، ويغلق العمل تاريخ الأمة الصينية راية. على الرغم من أوقات متغيرة، لكن روح العمل موجود دائما. ومع دخول العصر الجديد تشهد الصين تطورا سريعا ومزدهرا، ويتراكم حماس الناس للعمل في قوة بلا نهاية لجلب حيوية إلى الصين. الكثير من الناس يطبقون روح العمل بأفعالهم، سواء كانوا يعملون في ورش المصانع أو بين الحقول أو في مجال الخدمات، فيجتهدون ويكافحون في مراكز عملهم العادية ويخلقون حياة سعيدة بالعمل. لنشاهد أولا قصص لبعض العمال العاديين. انهمك غاو دومين من قرية تشانشي في تنظيم أهل القرية لغرس الخس. بعد ذلك توجه إلى مدخل القرية حيث يجري العمل على إصلاح موقف السيارات. إنه مرفق ثانوي أنشئ لتطوير السياحة البيئية في القرية. ينبغي الإسراع بتوصير الحقول العالية المستوى بقنوات الري حتى لا تتعطل الزراعة هذا العام. الانشغال بالعمل يوميا أمر طبيعي لغاو دومين، فقد شب على هذه الأجواء منذ صباه. في خمسينيات القرن الماضي كان اسم قرية تشانشي هو كتيبة جي فونغ، وخلال الإصلاح الشامل لمنشآت الري على مستوى الصين أصبحت هذه القرية من لواءات منشآت الري، وتحول اسمها إلى كتيبة تشانشي. كان العائد من العمل الجاد مختلفا تماما، إذ زادت مشروعات الري من حجم الإنتاج في الأراضي زيادة كبيرة. ما زال أهل القرية يجدون لذة في الحديث عن ثمار عملهم آنذاك. لقد أصبحت قصص الكفاح عقيدة راسخة لأهل قرية تشانشي، فحواها أن العمل يصنع السعادة. منذ بدايات فترة الإصلاح والانفتاح تم الاستثمار في بناء أول مصنع للطوب الآلي في المحافظة، ومن ثم شق أهالي قرية تشانشي طريقهم نحو التخلص من الفقر وبناء حياة رغيدة العيش. وبأفعالهم الحقيقية فسروا روح العمل المتمثلة في تبجيل العمل وحب العمل والعمل بجد والعمل بصدق، فحصدوا ثمار ما يعيشونه اليوم من وفرة وحبور. إن قصة قرية تشانشي ما هي إلا صورة مصغرة لعدد هائل من العمال الريفيين. أدى كل من التقدم في العلوم والتكنولوجيا والارتقاء بإنتاجية العمل إلى تنوع أكبر في مظاهر العمل. تنتشر حالياً أنظمة الفرز الآلي للتوصيل السريع في العديد من مراكز التوزيع اللوجستية المهمة في أنحاء الصين. في عام 2021
زادت نسبة أعمال التوصيل السريع في الصين إلى 29.9% مقارنة بالعام الذي سبقه لتصل إلى 108.5 مليارات قطعة. 随着互联网平台经济和数字经济的蓬勃发展，产生了许多新业态、新技术和新模式，产生了大量的外卖员、货车司机、网约工和外卖配送员。那么这些是新旧业形态劳动者，他们工作的灵活性、个体性、分散性比较突出，但是劳动的本质没有变化。 其中所蕴含的劳动精神也没有变，他们都是通过自己的城市劳动为社会创造财富，为客户提供服务，为自己创造美好生活。 مهما كانت سرعة الفرز الذكي، لابد أن تعتمد المرحلة الأخيرة من الحزمة اللوجستية على الأيدي لتسليمها إلى بيوت الناس. 生鲜、酸奶之类的，还有生日蛋糕、大虾、牛羊肉、羊澄湖大闸蟹。 别的国它肯定也有快递，我相信它没有中国速度。谢谢。一天有12公里，一个月就是360公里。微信里边有一个微信运动，啊，我们每天的都在霸屏霸圈，我的家人呀、朋友啊，一般我永远都会第一个。最费的就是写，平均2个月一双吧。还有快递。 不光仅仅送的是一份快递，它有时候送的是包括了亲情、友情、爱情，它都在里面的。谢谢。客户就是一声谢谢，就我们心里特别的舒服，特别的开心。这个小伙子，小帅哥，太牛了！快递小哥这份工作干着也挺自豪的。为什么啊？我们到了今天。 我们都已经现代化了，是吧？我们智能化的今天，那我们为什么还要弘扬劳动精神？为什么总是反复要谈到这个劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽？它实际上是对于激励我们广大的职工啊，建功立业，提供一个精神的动力，各种劳动者广泛的动员起来，然后凝聚社会，最广泛的力量，能把我们的社会主义现代化国家呢，把它建设好。 مع دخول حقبة جديدة، يعتمد تطور الاقتصاد الصيني وازدهاره على الآلاف من العمال الذين يسعون وراء أحلامهم بشجاعة. وخلال مؤتمر الإشادة الوطني بالنماذج العمالية والعمال المتقدمين عام 2020، دعا الأمين العام شي جين بينغ إلى السعي إلى إنشاء جيش ضخم من العمال الرفيعي الجودة، مشدداً على ضرورة تعزيز الوعي بالإبداع وتنمية الفكر الإبداعي، ليرشد بذلك العمال إلى اتجاه الكفاح في الحقبة الجديدة. 这里割好，非分不饱满，下次要注意一下，这里要整改一下。好的。 يعد تسوبين الذي ولد في عام بين عام 1995 إلى عام 2000 ويعمل بالإشراف على الجودة أول فائز صيني بميدالية من فئة البناء بالطوب بالمسابقة العالمية للمهارات. رغم قصر مسيرته العملية، فهو يفهم أن العمل هو الأكثر مدعاة للفخر والنبل والعظمة والجمال. 我每期好一块砖，刷家刚好铺的刚刚好，然后这个墙面刚好非常整洁，哎，我拿这些呢当成了一个我的乐趣了。就每天结束完之后，我就回去看一下我现在的墙。يعشق تسوبين عمله بروحه المتواضعة المحبة للتعلم وبسلوكه الذي يسعى إلى التحسين المستمر. صار ذلك العامل المهاجر مشرفاً على الجودة في مجموعة الشركة الصينية للهندسة المعمارية ومندوباً في مؤتمر الشعب الوطني، كما حصل على جائزة وسام الأول من مايو الشرفي لمقاطعة خونان وغيرها. 以前可能就只要自己把手上的活干好就可以了，但是现在就不一样，你要去带动更多的工人去把这个事情做好，像这个技能培训、技能发展这一块靠拢，让他们能够转型升级。那么现在我们经济发展进入一个新的阶段以后，我们要使得这个劳动资源得到更加充分的利用，得到更加高质量的利用。总书记去各个地方考察，都深入基层。 跟一线的劳动者去聊天和沟通，倾听他们的声音，给他们一鼓励。我们要为一线的劳动者创造更好的条件，提供更多的发展的机会，让每一个人都能通过劳动。
实现自己的梦想，每一个人都有出彩的机会。هناك عدد لا يحصى من العمال كتسوبين في صفوف جيش العمال الضخم الذي بنته الصين. ربما تكون قوتهم متناهية الصغر، ولكن بتكتلهم يبنون معجزات صينية متتالية تحمس النفوس ويصنعون السرعة الصينية المذهلة. إن طبيعة الأعمال هي جلب القيمة. أنشطة الأعمال في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، حيث المستهلكون العالميون. التجارة، الصناعة، الطاقة، التكنولوجيا الفائقة، العقارات، الاستهلاك. نقدم نظرة موسعة عن الأعمال الدولية وكيف تغطي العالم كله وتؤثر فيه وتترابط معه. صين المال والأعمال، فقط على CGTN العربية. يشهد العالم اليوم تغيرات كبيرة لم يشهدها منذ قرن من الزمان، وتمر الصين بفترة حاسمة لتحقيق التجديد العظيم للأمة الصينية، بناء على مرحلة جديدة من تدوير وتنفيذ مفاهيم التنمية الجديدة، وبناء نمط جديد للتنمية وتعزيز التنمية عالية الجودة. كل هذا لا يزال يعتمد بالأساس على عمالة لحلق القيمة والابتكار والتدوير. يعتبر العمال النموذجيون ممثلين رائعين لشتى مناحي الحياة. اليوم سنلقي ضوء على روح العمال النموذجيين. واش يونغ في هو رئيس فريق صيانة الغاز في خوفي بأنخوي. أهم عمله يومياً هو السير بالشوارع والأزقة لمساعدة السكان بحل مشكلات الغاز المختلفة. قبل 14 عاماً لم يكن واش يونغ في الذي تقاعد للتو من الجيش يعرف شيئاً عن صيانة الغاز، وليكون مؤهلاً بدأ بتفكيك وتجميع مواقد الغاز فتراكمت خبرته تدريجياً. ساهم جهود واش يونغ في بتطوير مهاراته المهنية بسرعة فائقة. يحتاج الآخرون 40 دقيقة لتفكيك وتجميع موقد غاز، بينما ينجز ذلك بنصف هذا الوقت. وفي عام 2013 برز في منافسات عمال صيانة موقد الغاز بمسابقة مهارات البناء الكبرى في أنخوي. خلال 14 عاماً بهذه المهنة قدم واش يونغ في خدماته للمستخدمين أكثر من 40,000 مرة دون وقوع حادث أمان واحد ودون تلقي شكوى واحدة. وفي عام 2015 ونظراً لأدائه الوظيفي المميز صنف كعامل نموذجي وطني. يعد التفاني في العمل والسعي لتحقيق التميز من أهم سمات جميع العمال النموذجيين. وخلال فترات تاريخية مختلفة ضرب عدد هائل من العمال النموذجيين أمثلة رائعة للناس من كافة القوميات بما يتمتعون به من الحس العالي بالمسؤولية والسيادة والعمل الجاد والتفاني. 这个劳模精神的内涵呢，是指的爱岗敬业、争创一流、艰苦奋斗、勇于创新。 淡泊名利、甘于奉献，不论你从事哪一行业的工作，那你应该首先都要爱岗敬业，以高度的主人翁责任感，主动融入到国家富强、民族振兴伟业当中来。 اليوم شرعت الصين في رحلة جديدة لبناء شامل لدولة اشتراكية حديثة. ولتحقيق الهدف الجديد للنضال يحتاج العمال النموذجيون إلى لعب دور أكثر أهمية في العصر الجديد. 劳模精神随着时代的发展有不同的侧重，有不同的体现。在新发展理念当中，创新是居于首位的。推进我们现代化建设新征程，都离不开劳动者这种创新创造。في الخامس عشر من مايو عام 2021 هبط بنجاح مسبار المريخ الصيني الأول على المريخ ويحمل اسم تيانون واحد،
بدأت المركبة الجوالة الصينية تشورونغ القيام بجولات استكشافية على المريخ، وبحلول نهاية إبريل 2022 جمعت كمية كبيرة من بيانات الكشف العلمي. كما أصبحت الصين أول دولة بالعالم تنفذ بجولة واحدة دورانا استكشافيا وهبوطا وتجوالا تفقديا للمريخ. تتجسد خلف البصمة الصينية على المريخ الجهود المتواصلة والسعي الدؤوب لعمال علوم وتكنولوجيا الفضاء. سون ساتشو هو كبير مصممي مسبار المريخ تيانون واحد. بعد هبوط تيانون واحد بنجاح على سطح المريخ، كان وفريقه مسؤولين عن كافة البيانات الواردة من المريخ. 我现在在我们着陆区啊，来讲呢，现在已经进入了一个就进入冬季啊，沙尘的程度会更严酷一些。我们已经公布的三月份左右公布的照片，现在它已经沉积了比较多的一个尘土。这一段时间呢，我们团队呢也在积极的也在比较密切的这个关注这个中央火星车的各项的这个传下来的遥测信息，同时呢也做好了一些准备。我们可以把太阳呢立起来，起到一定的倾斜作用吧。 يعد التحكم في المسبار لتجنب العواصف الرملية واحدا من التحديات التي لا حصر لها، والتي يتعين على سون تشو وفريقه حلها خلال أعمال تطوير تاينون واحد. قبل ذلك عمل سون تشو كبير مصممين لإصدارات مسبار القمر الصيني تشانغ آ 3 وتشانغ آ 4 خلال مشروع استكشاف القمر، وقاد فريقه بنجاح لإتمام مهمة هبوط المركبة يويتو الصينية على سطح القمر. لقد مر كل مشروع من هذه المشروعات بسنوات من البحث الدقيق والتطوير. 攀登科技高峰这个道路，不管什么时期，可能都是很艰苦的，只是艰苦的内涵呢，可能会有一些不同时代的特点。 就是物质条件的限制，现在不是一个主要矛盾。随着我们从大到强，技术方向的原始创新，其实可能是摆在我们面前更大的挑战嘛。作为一个科技工作者，我觉得就是你要把这个工作做好，首先你得热爱你的岗位，用先进的方法、先进的这个生产力啊，去创造、去进行劳动啊，去创造这种价值。艰苦奋斗、勇于创新，侧重强调的是在生产过程中能够克服各种艰难困苦。 为了实现一定的目标而不断的去努力，通过创新思维、创新方法、创新技术，突破常规，敢为人先，去实现生产技术的突破、生产成果的突破。 يتسم العمال النموذجيون بالمثابرة في السعي بمهنهم وهم صارمون للغاية مع أنفسهم في الوقت نفسه، إلا أنهم لا يبالون غالباً بالمكسب والخسارة الشخصية. يعتبر العمل الجاد والتفاني المتواضع هما المعيار لكثير منهم. سوجيان عامل في صناعة السكك الحديدية العالية السرعة، ويتمثل عمله في تصنيع وتركيب أنابيب الفرامل بها. ترتبط أنابيب الفرامل بسلامة القطارات، ويحتوي كل أنبوب على 6 انحناءات في المتوسط بحد أقصى أكثر من 15 انحناء. تعالج جميعها على آلة ثني الأنابيب من قبله هو وزملائه لتثبت لاحقاً بالقطار. 最难的是管路完制以后，它有一个回弹，如何控制它？我们没有可借鉴的一些标准。我们就是公关团队进行了大概近5000次的一个实验，最终呢采集了12000多个数据，根据此数据呢编制了。 数控网管补偿角度数据库，这个数据库就是填补了国内的一项空白。 خلال 36 عاماً من العمل، بدءاً من عصر القطارات الخضراء القديمة الطرز وصولاً لعصر السكك الحديدية العالية السرعة، قام سوجيان بمعالجة وتركيب عدد لا يحصى من أنابيب الفرامل دون مشكلة جودة واحدة. قيم سوجيان في عام 2015 كعامل نموذجي وطني. 我们所从事的这个职业，从事的这个岗位是幕后工作最基础的工作。我们的工作特点就是每天面对冰冷冷的管子，工作非常的枯燥乏味，但是呢却非常重要，因为关系到旅客的生命财产安全。每一个工作都要求的是认认真真、高标准的去完成。劳动模范实际上并不是说。 我做了这个事儿，我就要求回报，是吧？
我们实际上还是属于就是说我们为国家建设，为企业的发展，我们为这个人民的幸福啊做出这种贡献的，它是具有一种高尚的品德和情操，淡泊名利，甘于奉献，这也是劳模精神一个重要的组成部分。افتتحت جامعة الصين لعلاقات العمل فصلاً للعمال النموذجيين منذ عام 1992، ما وفر فرصاً للعديد من العمال النموذجيين لمواصلة الدراسة. وفي عام 2017 أوصي بسوجيان لينضم لفصل العمال النموذجيين للدراسة، حيث التقي بالعمال النموذجيين في شتى المجالات. بعد عودته من الدراسة كرس سوجيان نفسه للتحول الرقمي ورفع مستوى إنتاج السكك الحديدية العالية السرعة. لا تعد ورشة العمل الرئيسية المسماة باسمه فصل تدريب للموظفين الشباب لتعلم التكنولوجيا، بل مركز للابتكار التكنولوجي بالمؤسسة أيضاً. 我们不能满足现状，更不能懈怠。牢记总书记的嘱托，练好内功，产业报国，勇于创新，为中国梦提速。 إنما يطلق عليه براء الحرف تمثله عبارة بكتاب أغاني فحواها تربية رجل تشبح معلجة قطع يشم يلزمه الصقل على توام، وتعكس موقف العمل المتواصل والمتفاني للحرفيين القدماء عند نحت الأواني. منذ العصور القديمة أدمجت روح التميز هذه في شريان الثقافة الصينية. وفي التقرير التالي سنتعرف على حرفية لنرى كيف أمكنها التميز والتفرد في مهنتها العادية. في الصباح الباكر أسند إلى ماي لين رئيسة فريق الرافعات الجسرية مهمة نقل مكون رافعة جسرية بطول 31 متراً خارج منطقة العمل. توشك الأعمال الكهروميكانيكية بمحطة باي خوتان للطاقة الكهرومائية على الانتهاء، ففي غضون شهرين سيتم تركيب جميع الوحدات وتشغيلها. تعد محطة باي خوتان للطاقة الكهرومائية مشروعاً وطنياً كبيراً لنقل الكهرباء من الغرب إلى الشرق، وهي أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية قيد الإنشاء في العالم. تحتاج مايلين إلى رفع هذا التنين الفولاذي بطوله البالغ 31 متراً، والانعطاف في الهواء بزاوية، ثم المرور عبر المدخل المقوس بسلاسة وتجنب العقبات، وأخيراً الهبوط به على عربة خارج المصنع، وهو ما يختبر مهارة سائق الرافعة بشكل خاص. لكن بالنسبة لمايلين هي مهمة سهلة. كواحدة من سائقي الرافعات القلائل في الصين الذين يمكنهم رفع الأجهزة الدقيقة العملاقة، تلقت مايلين العديد من المهام العاجلة والخطيرة، من بينها التحدي الأكبر المتمثل في رفع دوار وحدات التوليد بمحطة باي خوتان للطاقة الكهرومائية. يعد المولد أداة دقيقة قد يتلفه الاهتزاز الطفيف. يتعين على مايلين رفع هذا الهيكل الضخم لارتفاع يبلغ 10 أمتار من خلال التحكم في الخطاف بعصا التحكم، ثم إزاحته حيث حفرة المولد،
لا يمكن حينها التحكم في نطاق الاهتزاز إلا في حدود 1 مليمتر. حبس الجميع أنفاسهم بينما بدت مايلين هادئة مطمئنة تنبع ثقتها من ممارستها اليومية الشاقة. الثبات هو المهارة الأساسية لسائقي الرافعات الجسرية. منذ أكثر من 20 عاماً كانت مايلين التي بدأت للعمل للتو متهورة ما عرضها لتوبيخ معلمها الشديد. تمكنت مايلين من رفع الدلو دون أن يتسرب الماء. برفقة سعي متواصل وروح تنشد التميز لأكثر من 20 عاماً، كانت مايلين صارمة مع نفسها وتعلمت مهارة الرفع بثبات مثل الصخرة دون أي خطأ. في الساعة 9:51 اكتمل رفع الدوار ونقله وبدأ الرفع الرأسي. في الساعة 10:28 بعد 5 عمليات ضبط للتحكم في النقاط بواسطة مايلين، استقر الدوار بثبات ودقة في حفرة المولد ونجحت عملية الرفع. يتمثل جوهر روح العمال الحرفيين في تكريس الذات لعمل واحد ومحبة هذا العمل ثم التخصص فيه، فالبراعة في النهاية. فمن صقل مسمار لولبي إلى تصنيع الأقمار الصناعية وغيرها مما يشكل المعدات الثقيلة للدول الكبيرة، وجميعها لا تنفصل عن البراعة التي تميز الحرفيين بما يتسمون به من صدق وتركيز ومثابرة. 我们推动从制造大国向制造强国转变，实现高质量发展的，这就对广大劳动者提出了新的更高的要求，要不断的去弘扬工匠精神，提高技术技能水平，进而去达到这种高品质的境界。 لا يمكننا المضي قدما بروح العمال الحرفيين دون أقوالهم وأفعالهم، فالجيل الجديد من الحرفيين والطلاب الشباب يتوارثون روح العمال الحرفيين بتأثير من الجيل الأكبر. 我们要从我们全面卫士上把这个基因继承过来，然后并传承下去，对这种工匠精神的进行更加细致的那种追求。 إن الحالة الروحية المتمثلة في ممارسة عمل واحد وتحسس بمهارة واحدة وإظهار تقنية واحدة هي روح مهنية تستحق أن نتعلمها جميعاً. في السنوات الأخيرة تبنت الصين سلسلة من السياسات والتدابير لمنح العمال المحرى مساحة للتنمية والضمان الأمن الاقتصادي ولتعزيز اتجاه اجتماعي ويحترم روح العمال الحرفيين. وتتيح الصين فرصا غير محدودة لتنمية المواهب الماهرة في العصر الجديد. أعزائي المشاهدين، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم اليوم. شكرا جزيلا على حسن متابعتكم ونلتقي في حلقتنا القادمة.